احنا اتفقنا ان احنا خلصنا الكونسبتس وخلصنا الستيتمنتس و اتكلمنا على كوست فوليوم بروفيت اناليسيس. دلوقتي هنتكلم عن تشابتر بيتكلم عن حاجه اسمها جوينت كوست الوكيشن. طيب جوينت كوست هي الكوست انكيورد ان ا بروسيس ذات ييلد سيفرال ديفرنت برودكتس، يعني تكلفه تصرفها على عمليه انتاج هتطلع لك كذا منتج. طب ايه المشكله؟ المشكله ان حضرتك عشان تحدد المكسب والخساره من كل منتج لازم تعمل الوكيشن للجوينت كوست. يعني مثلا فرضا انا دلوقتي صرفت 10 جنيه علشان اطلع القلمين دول، انتجت القلمين دول، عمليه انتاج طلعت لي القلمين زي منتجات البتروليوم اكستراكشن زي البتروكيميكلز وكل الكيماويات بتصرف مصاريف بتطلع لك منتج خام. المنتج الخام ده يا اما بيتباع بحالته الاساسيه او بيتعمل له فوردر بروسيسنج ويتباع يعني كمواد او زي ما هنشوف. طيب علشان احدد المكسب والخساره من كل قلم انا لازم اوزع 10 جنيه على ده وده، صح؟ يبقى ده اسمه جوينت اي جوينت كوست. طيب هفترض دلوقتي ان انا عندي $10,000 اتصرفت على عملية انتاج، يبقى $10,000 دي سواء كانت دايركت ماتيريال او دايركت ليبر او مانيفاكتشرينج اوفر هيد، مصاريف انتاج صرفتها $10,000. صرفت $10,000 دول طلعت لي برودكت A and B، انتجت 1000 units from A و 3000 units from B. البوينت اللي عندها each product became separately identifiable بنسميها split off point. بنسميها ايه؟ بنسميها split off point. يبقى دي البوينت اللي عندها كل product became separately identifiable، يعني at this point ابتدى يبقى عندي حاجة اسمها ايه؟ فصل للمنتجات. منتج A بيبقى اسمه main product او joint product، يعني منتج ايه اساسي او رئيسي، تمام؟ طيب يبقى تاني انا عندي حاجة اسمها joint cost. joint cost يعني ايه؟ يعني cost incurred in a process that yield several different products، يعني تكلفة صرفتها على عملية انتاج تطلع لي كذا ايه؟ كذا منتج. البوينت اللي عندي ابتدى يبقى عندي فصل المنتجات وعرفت ان انا عندي منتج اسمه ايه ومنتج اسمه بي، اسمها split off a point. طيب يلا انا انتجت A B، انتجت من A 1000 units ومن B 3000 units. المنتجات دي يا اما بتتباع بحالتها at split off او ممكن اعمل لها عملية انتاج تانية وباها بسعر اعلى. خلينا بس ايه الاول بايه بالكيس دي، نوزع ازاي $10,000 على A و B. هاجي اقول احنا عشان نعرف المكسب من A و B لازم اوزع $10,000 ايه دولار. هاجي اقول ان الجوينت cost allocation methods، عندي طرق لتوزيع الجوين كوست. اول طريقة اسمها physical units او physical output. يعني ايه؟ يعني بتقول لي ان المنتج اللي انت انتجت منه عدد يونتس كتير هو المنتج اللي حضرتك هتحمله بتكلفة اعلى. يعني ايه؟ يعني انا انتجت من ايه كام 1000 يونت ومن بي 3000 يونتس، يبقى بي هيتحمل تكلفة ازيد من ايه. ليه؟ لان انا انتجت منه عدد يونتس ايه اعلى. فهاجي اقول ده ايه ده بي وده توتال. انت جيت دلوقتي قلت لنا ان انت هتوزع based on the physical output، يبقى ده الphysical output
A أنتجنا منه 1000 units، B 3000 units، يبقى total 4000 units. نجيب ها الويت، يعني ايه؟ A بيمثل كم التوتال، B بتمثل كم التوتال، يبقى A 0.25 B 0.75. يلا نعمل allocation للجوينت كوست. هي الجوينت كوست كام؟ 10,000 دولار. في 0.25 يبقى ايه المفروض يتحمل؟ 2500 دولار. في 0.75 يبقى بي المفروض يتحمل 7500 دولار. يبقى انا كده وزعت الجوينت ايه الجوينت كوست. very easy، مفيهاش اي مشكلة. طيب هعمل بس هنا تعديل، هفترض ان ايه هيتباع ب 8 دولار، وبي هيتباع ب 4 دولار. طيب لو انا هفترض ان اقول البرودكشن will be sold at split of point، يبقى تاني انا هبيع كل الانتاج، كل ده باتوا بسعر بيع 8 وبسعر بيع 4 دولار. نقدر نحدد المكسب والخسارة من كل منتج؟ ايوه اقدر احدد. ليه؟ لان انا وزعت الجوينت ايه، انا وزعت الجوينت كوست. ايه اتحمل قد ايه من الجوينت كوست؟ 2500. بي اتحمل قد ايه؟ 7500. فلو انا بعد ما عملت allocation للجوينت كوست عايز اعمل income statement، اقول المكسب والخسارة قد ايه من كل منتج. income statement، انتوا عارفين طبعا ان income statement هل statement that shows the results of operation من مكسب او خسارة. يبقى هيجي اقول ده product A ده B ده total، يبقى هي عبارة عن sales revenue minus الـ A الـ cost عندي، وهنا عندي أي cost هصرفها اللي هي cost of goods sold، وكمان الـ joint A joint cost. احنا هنا افترض حاجة بسيطة بس، ان احنا ما عندناش غير الـ joint cost اللي احنا وزعناها 2500 7500 total 10,000. A sales revenue هنبيع منه قد ايه؟ وهنا قال لي ان all units produced are sold، يبقى 1000 وتلاتة بتمانية وباربعة. 1000 في 8 يبقى معلش انا اسف ايه خلي دي 3000 بسيلينج برايس 2 دولار. تمام. طيب يبقى هنا 1000 units multiply 8 دولار 8000، وهنا sales revenue 3000 units multiply selling sales revenue كام قلنا؟ 2 دولار، يبقى 6000. يبقى البرودكت الاولاني كسبني net profit او loss لو كانت بالنيجاتيف هنا 5500، وهنا loss 1500. يبقى انا حددت المكسب والخسارة من كل ايه منتج، تمام، based على ايه؟ ان احنا وزعنا الجوينت ايه الجوينت كوست. يبقى تاني نقول سريعا كده، جوينت كوست يعني ايه؟
Joint cost هي الكوست incurred in a process that yields several different products. تمام؟ طيب زي مشتقات المنتجات الألبان، زي البتروليوم اكستراكشن، زي البتروكيميكلز، كل دي عمليات إنتاج هتطلع لي كذا إيه كذا منتج. فبنصرف في الأول في عملية الإنتاج تكاليف، تكاليف دايركت ماتيريال ليبر اند اوفر هيد في الأول. طالما طلعت كذا منتج بنسميها جوينت كوست. يبقى وي ار ريكوايرد ان احنا نعمل allocation to the joint cost in order to determine the profit and loss from each product. فافترض هنا ان ايه هي البوينت اللي عندها each product will become separately identifiable، اسمها split off a split off point. فصرفت لقيت ان انا عندي product اسمه A و product اسمه B، ده طلعني منه 1000 unit، ده 3000 units، ده selling price بتاعه at the split off point. احنا ممكن نبيع منتجات at this point او ممكن نعمل لها further processing، وهشرح يعني further processing بس بعد ما نشرح اللي احنا بنشرحه. فجيت قلت او طب نوزع ازاي ال 10000؟ قال لي في اول طريقه اسمها physical output. بتقول ايه؟ المنتج اللي هتنتج منه كميات production اكتر هو المفروض المنتج اللي تحمله بتكلفه اعلى، وده من وجهه نظر من وجهه نظر في ممكن تكون سليمه، وفي وجهه نظر تانية بتقول لك ايه لا، ما هو مش شرط، انا ممكن انتج من منتج تبقى ايه البرودكشن هيوج برودكشن بس تكلفته تبقى ايه قليله جدا، فما ينفعش تحمل تكلفه نفس ما بنتج البرودكت الفاليو اللي هو عدد منتجاته قليله بس السعر بيعه ايه عالي. المهم فالطريقه دي بتقول لي ان انا باخد الفيزيكال اوتبوت البرودكشن من كل منتج، وبعدين بجيب ويت نسبه دل ده، وبعدين بوزع الجوينت كوست بيزد على نسبة كل برودكت. يعني A انتجت منه 10000 يونتس، B انتجت منه 3000 يونتس، يبقى ده بيمثل ده A represent 25% from B from total، و B represent 75%. هنوزع على 10000 جوينت كوست، يبقى A $2,500 and B $7,500. طيب عشان اعمل اجيب الانكم ستيتمنت بقى اللي هي نت انكم ونت لوس، بنعمل ايه؟ السيلز ريفينيو ماينس الكوست. سيلز ريفينيو هو ايه؟ سيلز ريفينيو هو اليونتس سولد ملتبلاي السيلينج برايس، اتفقنا؟ ماينس الكوست، طلع لي المكسب والخساره من كل ايه؟ من كل منتج. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الميثود التانية. الميثود التانية اسمها انتوا اكيد بتفكروا دلوقتي طيب معي مش شرط الطريقة دي تبقى صح، ليه؟ لان ممكن بي انتجت منه كتير بس سعر بيعه ايه قليل، وبي انتجت منه وايه انتجت منه قليل بس سعره عالي، ف هوزع بطريقه تانية. ليه؟ علشان كده بي هيتظلم، هيتحمل بتكاليف ايه عاليه مع ان سعر بيعه قليل. فجوم قالوا لا، احنا في طريقه تانية اسمها ايه؟ اسمها ريلاتيف سيلز فاليو. وهنا نقطة مهمة جدا عايزين نركز عليها، السيلز فاليو يعني ايه؟ السيلز فاليو القيمة البيعية للإنتاج. يعني ايه قيمة بيعية للإنتاج؟ يعني بحسب الإنتاج بتاعي قد ايه وبضربه في سعر البيع at split off يديني قيمة تقديرية للإنتاج، يعني القيمة اللي كأن أنا هبيع المنتج ده بيها، لأن مش شرط طبعا كل اللي ننتجه نبيعه. طيب ليه بتعمل كده؟ أنا باخدها كبيز، just كبيز in order to allocate the joint cost. يعني هي بس تبقى إيه أساس، توزع على أساسه الجوينت إيه الجوينت كوست. طيب نعمل إيه؟ نيجي نقول
ده برودكت A وده برودكت B وده توتال. هنجيب هنا السيلز فاليو. طب تاني سيلز فاليو يعني ايه؟ سيلز فاليو هي مختلفة عن الريفنيو، اتفقنا؟ هي all units produced multiply selling price، هي كل اللي بننتجه multiply selling ايه؟ selling price. sales revenue اللي في الانكم ستيتمنت لا، هي اليونت سولد في السيلينج برايس، انما دي ايه؟ دي بيز بوزع على اساسها الجوينت كوست. طيب نرجع تاني للموضوع ده، برودكت A وده برودكت B. برودكت A انتجت منه 1000، برودكت B 3. طب ده سعره كام؟ 8، وده سعره كام؟ 2. طيب تعالوا نجيب السيلز فاليو. ايه قيمته البيعيه كام؟ 8 في 1000 $8,000. بي قيمته البيعيه كام؟ 2 في 3 $6,000، يبقى توتال $14,000. يلا نجيب الويت ونوزع الكوست على اساسه. طيب الويت هنا 8/14 وهنا 6/14. طيب او نحسبها بالريشيو 8000 ÷ 14000 6000 ÷ 14000، وبعدين نعمل allocation للجوينت كوست اللي هم 10000. ده نسبته هتبقى 8 × 14، وده نسبته هتبقى 6 × 14. اتفقنا؟ طيب حد يحسبها لنا يا شباب، عشان انا مش هقدر استخدم الكالكوليتر دلوقتي. يلا اضربوا لي $10,000 × 8/14، وحد يضرب لي $10,000 × 6/14. يبقى ايه هيتحمل من الكوست؟ خلينا نقرب الفراكشن، مش 5714 4285. يبقى احنا كده عملنا allocation للايه؟ للجوينت كوست. ايه تمام خلاص يا شباب، ايه اتحمل 5700 ب 4200. طيب ده يفرق في ايه عن الميثود الاولانيه؟ لو تلاحظوا ايه هنا في الفيزيكال اوتبوت، ايه كان متحمل تكلفه 2000 بس 2500. بصوا في السيلز فاليو 5700، بي هنا كان متحمل 7500، هنا متحمل 4200. ف طريقه مختلفه تماما. ليه؟ لان مش شرط علشان انتج من المنتج كميات كبيره هو اللي يتحمل تكلفه اكبر، ما ممكن يبقى سعر البيع بتاعته او الفاليو بتاعت السيلز فاليو بتاعته ايه؟ قليله، فما ينفعش ايه احمله بتكلفه عاليه. تمام. طيب بعد ما عملت allocation للجوينت كوست اقدر اعمل income statement ده سيم بقى ازاي؟ السيلز ريفينيو هنا المساله دي ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان all units produced ار سولد، فما كانش عندك ايه مشكله خالص. طيب هكمل معاكم الموضوع ده واشرح جزئيه ثانيه. ايه هي؟ انا ممكن ابيع المنتج على حالته دي اللي هو ات سبليت اوف بوينت، وممكن نصرف عليه بعض الكوست ونبيعه بسعر ايه؟ اعلى. ازاي؟ اشرح لنا الحتة دي. بصوا معي، لو انا جيت دلوقتي قلت نفس الاكزامبل ده،
هنا السيلينج برايس لو تفتكروا كان 8 وهنا السيلينج برايس 2. ممكن نبيع البرودكت at a split off point at this point اسمها split off point. وممكن نعمل له حاجة اسمها further processing. يعني further processing additional cost يعني نصرف عليه مصاريف تانية. مثلا هفترض ان انا هنا هصرف $2 per unit وهنا هصرف $3 per unit وبيعه بسعر اعلى. هبيعه مثلا بسيلينج برايس $15 وهنا هبيعه ب $10 سيلينج برايس. ايه اللي هيتغير؟ مفيش حاجة, دي بس اديشنال كوست. لو افترض ان نفس الاكزامبل ده وقال لي ان all units are sold, كل اليونتس اتباعت, ايه اللي هيتغير؟ مفيش حاجة تتغير غير في الانكم ستيتمنت. احنا هنوزع عادي جدا. عايز اسألكوا بس سؤال الاول, القرار ده كان سليم ولا لا؟ ان انا اصرف $2 على برودكت ببيعه اصلا ب8 عشان ابيعه ب$15. قرار سليم. ليه؟ وانا هيجيلي كام؟ 15. طب وانا ببيعه بكام؟ ب8. يبقى في اديشنال قد ايه بريفينيو؟ $7. عشان اصرف $7 زياده لازم اصرف كام؟ $2. يعني عندي مكسب قد ايه؟ $5. يبقى I agree ان انا اعمل further processing لايه. طيب B ببيعه ب$2, لو صرفت عليه 3 هبيعه ب10, اعمل كده ولا لا؟ 10 ناقص 2 كام؟ 8. هصرف 3 يبقى هيجيلي additional كام؟ 5. يبقى قرار سليم ان انا اعمل further processing لبي. طب سؤال كده عايز اسألكوا, ادوني امثلة على بعض المنتجات اللي ممكن تبيعها بحالتها الاساسية او تصرف عليها بعض التكاليف وتبيعها باسعار اعلى. طبعا ده common في الكيميكلز, يعني الكيميكلز كلها بتبقى بشكل وهيئة وتصرف عليها بعض المصاريف او تدخل في عملية انتاج وتطلع حاجة تانية خالص, زي مثلا حاجة اكيد انتوا دلوقتي عارفينها, منتجات النظافة دي بيقولك ايه ان ده في سبيرتو ايسايلي ب70%, ممكن يتباع سبيرتو او يتباع ك اسمه ايه ديسبنسر ولا مش فاكر اسمه ايه سينيتايزر, ويتباع بسعر اعلى, صح كده؟ فكل دي ايه منتجات. انا عايزكم بقى تدوني انتوا امثلة على بعض المنتجات اللي ممكن تبيعها بوضعها او حالتها الطبيعية او تصرف عليها بعض الايه المصاريف وتبيعها بسعر اعلى. الخشب تمام, منتجات الالبان تمام, ايه تاني؟ الكحول الايثايلي او الايثيلي تمام. طيب تمام, طيب تعالوا نحل الاكزامبل ده برضو ونشوف ايه التغيير. الفروتس اند فيجيتابلز تمام, الرمال طب التأكيد, الحديد تمام, الله ينور. يبقى انتوا فهمتوا الايه الفكره, ان انا عندي تكلفه صرفتها على منتجات, عايز اوزع التكلفه دي عشان اقدر احسب كل منتج كسب ولا خسر. قال لي all the units are produced هيتعمل لها further processing وسولد, يعني انا بعت ده وبعت ده, انا بعت بالفاينل سيلينج برايس بس. طيب يلا نوزع الجوين كوست, يلا قولوا لي ستيب باي ستيب كده, قولوا لي هنوزع الجوين كوست بطريقتين. اول طريقه اسمها ايه؟ فيزيكال اوتبوت. يلا هعمل هنا A, هنا B, هنا توتال. انتجت من A كام؟ الفيزيكال اوتبوت 1000 يونتس, من B
3,000 units, total 4,000 units. الويت 0.25 0.75. طيب الجوينت كوست الوكيشن احنا اتفقنا ان الكوست عندك $10,000 يبقى هنا 2500. هتقول لي طب ما هي ايه جديد؟ لا الجديد ان انت عملت ايه تكمله للفردر بروسيسنج. فلما تيجي تعمل بقى الانكم ستيتمنت، الانكم ستيتمنت عباره عن السيلز، هنا دي انكم ستيتمنت ل A and B. سيلز ريفينيو، قلنا سيلز ريفينيو يعني ايه؟ all units sold multiply selling price، وهنا all units produced are sold، فمش فارقه معاك السيلز ريفينيو من السيلز فاليو. سيلز ريفينيو هي اليونت سولد في السيلينج برايس، سيلز فاليو هي اليونتس برودوسد في السيلينج برايس. السيلز فاليو يوزد از ا بيز فور الوكيتنج ذا جوينت كوست، بس ما بتستخدمش في الانكم ستيتمنت. طيب يلا نرجع لموضوعنا. سيلز ريفينيو بعت الألف بكام؟ ب8، صح؟ غلط. ليه؟ لان دي انكم ستيتمنت، انت بتاخد اللي حصل فعلا. ايه اللي حصل؟ ان المنتج كان هنا صرفت عليه وبعته بالايه، بال اسمها ايه، بعد الفردر بروسيسنج. يبقى انا جيت دلوقتي قلت ايه، ان ايه 1000 يونت بعتهم، هو قال لي اول يوم بروديوسر سول، بعتهم ب15 لان انا عملت فردر بروسيسنج. طيب بي 3000 يونت بعتهم بكام؟ ب$10 لان انا عملت فردر ايه بروسيسنج. تمام. طب يلا نعمل السيلز ريفن، يبقى 1000 في 15. تمام الله ينور يا محمد، 15000 و 3000 في كام؟ في $10 يبقى 30000، اللي هي ايه اليونتس سولد ملتبلاي سيلينج ايه برايس. خلاص يا محمد يا جمال خلاص. طيب ماينس التوتال كوست، اللي هي المفروض الكوست اوف جود سولد بقى، اللي هي ايه، خلي بالكو عندنا جوينت كوست وعندنا فردر processing cost. مش انت كملت انتاج؟ طب joint cost وزعناها 2500 7500، further processing cost يلا احسبوها لي. الالف يونت دول صرفنا عليهم كام؟ $2 زيادة عشان تبيعهم ب15، يبقى 1000 في 2 يبقى 2000. طب والتانيين دول 3000 في كام؟ في 3 يبقى 9000. يلا نحسب total cost كام، يبقى هنا total cost 4500، هنا total cost كام؟ 16500. يلا نحسب بقى net profit او loss. 15000 ماينس 4500 10500. طيب 30000 ماينس 16500 يبقى كام؟ 13500. يبقى انا كده حسبت البروفيت بتاع كل ايه، كل برودكت لايه ان بي. يبقى لو جه قال لي ان انا عملت فردر بروسيسنج، انا ما عنديش اي مشكله، لان الفردر بروسيسنج انا مش هعمل حسابه غير في الانكم ستيتمنت لما باجي احسب انا كسبت ولا خسرت من كل منتج. طيب لو همشي بالطريقه التانية اللي هي الفيزيكال اوتبوت هنعمل ايه؟ خلي بالكم
الفيزيكال او الريلاتيف، انا اسف، الريلاتيف سيلز فاليو. الريلاتيف سيلز فاليو هو السيلز فاليو ات سبليت اوف بوينت، ها، ات سبليت اوف بوينت، يعني القيمه البيعيه ات سبليت اوف بوينت، دي اللي ويل بي ا بيز فور الوكيتنج الجوين كوست، مش القيمه اللي بعنا بيها، اللي بعنا بيه ده في الانكم ايه ستيتمنت، انما وان وي يوز the base for allocating the joint cost احنا بناخد السيلز فاليو at the split of point. I mean by sales value all units produced multiplies the selling a selling price. اتفقنا؟ طيب يلا نوزع بالسيلز فاليو. هي انت انتجت كام؟ 1000. هتبيعه بكام at split off point؟ ليه at split off point؟ مش انت قلت هبيعه ب 15 هصرف 2؟ ايوه، ده لما نيجي نعمل الانكم ستيتمنت. انما هنا انا لسه جوست بجيب بيز ان اوردر تو الوكيت الجوين كوست، انا لسه عايز اوزع ال 10000، فبفترض ان كل منتج هيتباع at split off a point. فهاجي اقول ان ال 1000 multiply 8000 وال 3000 multiply 2 يبقى 6000 يبقى 14000. ايه ال 14000 دي؟ ده حاجه اسمها سيلز فاليو. يعني ايه سيلز فاليو؟ يعني قيمه تقديريه لبيع المنتج at its split off point. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم just for allocating the joint cost بس. طيب يبقى ال 10000 هنعمل لها ريشيو كذا وكذا زي ما حسبناها، طلعت بالرقم ده وده. ايه ده؟ ده الجوين كوست allocation. وزعت الجوين كوست، يلا نعمل الانكم ستيتمنت. طب لما نيجي نعمل الانكم ستيتمنت هنستخدم اني سيلينج برايس؟ الفاينل ولا ات سبليت اوف؟ لا، لما حضرتك تيجي تعمل انكم ستيتمنت بتستخدم ايه؟ يلا شباب، بستخدم الفاينل سيلينج برايس. يعني لو انا هعمل انكم ستيتمنت يوزنج، تمام، الله ينور، انكم ستيتمنت using السيلز الريلاتيف سيلز فاليو بعد ما وزعناه. يلا ده ايه؟ ده بي. هنجيب السيلز ريفينيو. سيلز ريفينيو، سيلز ريفينيو، يعني ايه سيلز ريفينيو؟ يعني اليونتس sold multiply the selling price. مش عايزين نتلخبط، امال ايه sales value؟ units produced في selling price. طب بتستخدم في ايه sales value؟ to allocate the joint cost. طب بتستخدم في ايه sales revenue؟ عشان اعمل income statement واحسب المكسب والخسارة من كل منتج. طب ايه هبيعه بكام final؟ 15 في 1000 15000. بيه هبيعه بكام؟ 10 في 3 30000. طيب يلا ماينس ايه؟ ماينس التوتال كوست. ليه هنا توتال كوست اوف جود سولد؟ التوتال كوست هي التوتال كوست اوف جود سولد، لان كل المنتجات بعناها، all units produced are ايه؟ are sold. فعندي الكوست هنا هتبقى ايه؟ جوين كوست، وايه تاني؟ واديشنال كوست او فرذر بروسيسنج. طب جوين طلعت بكام؟ 5 والموزعناه 5714 4285. طب الاديشنال كوست كام؟ هنا 2000 وهنا 9000. نعمل ده ماينس ده يطلع لي النت بروفيت بتاع كل ايه؟ بتاع كل منتج. تمام؟ طيب يبقى دي بيج 1 2 3 4. عشان هنزل لكم الكلام ده على الجروب بتاع الفيسبوك كمان. طيب بصوا بقى، هدي لكم 3 مسائل اساينمنت دلوقتي تحلوهم دلوقتي وتعملوا لي ابلودنج للحل بتاعكم على الجروب بتاع الفيسبوك حالا على الموضوع ده. يعني ادي لكم مثلا ديدلاين نص ساعه، هل تحلوا لي الثلاث مسائل اللي انا هنزلهم لكم. عايزكم بس نحل مسألتين. لو حضرتك هو نفس الاكزامبل وجيت قلت لك
ان اليونتس سولد units. وهنا من الألف اليونتس سولد 2500 units. ده ايه بقى؟ لا ده كده قصة اختلفت. ان البرودكشن عندك بقى مختلف عن اليونتس اللي انت بعتها. طب ده اعمل بيه ايه؟ ده مش تعمل بيه حاجة. ليه؟ لان انت بتوزع التكلفة دي. الجوينت كوست دي تكلفة بيع ولا انتاج؟ تكلفة انتاج. الفردر بروسيسنج دي تكلفة بيع ولا انتاج؟ تكلفة انتاج. يبقى دول تكاليف الالف والتلات تلاف، مش التمنمية والالفين وخمسمية. يبقى لما اجي اوزع التكاليف ما بصش للفاينل ده خالص، انا بوزع تكاليف الانتاج. يبقى بوزع التكاليف على الالف والتلات تلاف. انما لما باجي في الانكم ستيتمنت وعايز احسب المكسب والخسارة، يبقى انا بحسب على اليونتس اللي ايه اللي اتباعت. ده في الانكم ستيتمنت. لا متلخبط. طيب نفس المثال بالظبط، خليني احل معاكم نفس المثال. لو انا هوزع بالفيزيكال اوتبوت، بالفيزيكال اوتبوت قولوا لي الجوينت كوست طلعت كام؟ الجوينت كوست طلعت كام لاي والبي؟ قلنا 2500 و7500، دي اللي هي بالطريقه طريقه الفيزيكال اوتبوت. دي تكاليف كام يونت ودي تكاليف كام يونت؟ دي تكاليف 1000 ودي تكاليف 3000. بس خلي بالك دي مش توتال كوست. ليه؟ لان انت لسه عندك اديشنال ايه؟ اديشنال كوست. اديشنال كوست 1000 في 2 دولارز يبقى 2000 دولار، وتلاتة في تلاتة يبقى 9000 دولار. يبقى دي الاديشنال كوست. انت بتعمل ايه؟ ده ديفايدد ده. ليه؟ عشان اللي هيطلع هيبقى كوست بير ايه؟ بير يونت. 4500 على 1000، يبقى هنا تكلفة اليونت كام؟ 4.5. طيب 16500 على 3000، حد يحسبها لنا؟ حد يحسب لنا 16500 على 3000؟ $2.16. يبقى ده ايه؟ خلاص دي تكلفة ال 5.5. طيب 5.5 سوري 16500 على 3000، خلاص 5.5. خلاص والله 5.5 تمام. يبقى كده احنا حسبنا البرودكشن كوست فور A and B. كانت عبارة عن ايه البرودكشن كوست؟ الجوين كوست اللي احنا عملنا لها allocation اللي هي allocated plus ال further processing cost اللي هي ال additional cost. الكلام ده نعمله امتى؟ طيب تقدر كده تعمل income statement؟ ايوه. طب يلا قولولي نعمل income statement ازاي. احنا اتفقنا income statement هي sales revenue. ايه بي sales revenue؟ يعني يعني all units sold multiply selling price. فين بقى هنا اليونت سولد؟ شفتوا بقى اختلفت. ال 800 يونت
multiply $15. وهنا ال 2500 multiply كام؟ units دول اللي اتباعوا multiply 10 ايه؟ $10. يبقى هنا السيلز ريفينيو كام؟ يلا شباب $12,000 وهنا السيلز ريفينيو 25. طيب تمام ماينس الكوست اوف جود سولد بقى ليه؟ لان هنا انت انتجت 1000 وبعت 800. حد يقول لي الكوست بقى بتاعت ايه كام وبكام؟ انتوا اللي هتقولوا. انا عايز الكوست بقى. لا قولوا لي جت ازاي، ما تحسبوليش دايركت على طول، قولي لي الكوست جت ازاي. تمام الله ينور يا يسري، يا يسري. تمام يسري قال ايه؟ قال ما احنا بعنا 800 يونتس واحنا في الاول حسبنا ان الكوست بير يونت 4.5، وهنا بعنا 2500 يونتس الكوست بتاعت كل يونت 5.85. يبقى الانكم ستيتمنت عاملها بالشكل ده امتى؟ لو شفت في المساله ان النمبر اوف يونتس بروديوسد مختلف عن اليونتس ايه؟ عن اليونتس سولد. بعد ما توزع الجوين كوست زودها على الاديشنال بروسيسنج كوست وهات الكوست بير ايه يونت، اند ذيس كوست ويل يونت بير يونت ويل بي يوزد ان ذا انكم ايه استيت. اتفقنا؟ طيب يبقى احنا كده اخدنا اول طريقه اللي هي اسمها الفيزيكال اوتبوت، تاني طريقه اسمها ريليتيف سيلز فاليو، ده الايه؟ ده لتوزيع الجوينت ايه؟ الجوينت كوست. تمام؟ سيلز فاليو قلنا اول يونتس بروديوسد في السيلينج برايس. هنزل لكم دلوقتي الشرح اللي انا نزلته وهعمل سيفنج للفيديو ده، و هنزل لكم مسألتين قدامكم نص ساعة تحلهم لي. الموضوع سهل جدا يا جماعة، مفيش فيه اي ايه مشكلة ان شاء الله. تمام ماشي، اشوفكم على خير. انا برتب لكم الحاجة ايه، هنزلها لكم صورة وبعدين هنزل مسألتين تحلوهم وتعملوا لي ابلودنج للموضوع. حاضر، اشوفكم على خير ان شاء الله.